نكمل في الموضوع ده، بس معانا تليفون من محمد. الو. الو يا محمد، حضرتك بس عندي سؤال. لو حبيت مثلا اخد فيتامينات وشربت مثلا بعدها شاي او قهوه، هل ده بيقطع الفيتامين ولازم في مثلا فتره معينه بينهم؟ بص يا محمد، انا عايز اقول لك حاجه. دايما اعتمد ان مفيش اي دواء، سواء مكمل غذائي او برشام ضغط سكر، اي حاجه تاخد وراها شاي قهوه مواد غذائيه بتاع ده، مشروبات غازيه، لا. الدواء يشرب بميه بس. تفصل ساعتين بين اي دواء او اي مكمل غذائي وبين اللبن او الشاي او القهوه او المشروبات الغازيه، دايما تفصل ساعتين. لان في ناس بتاخد ادويه ضغط وسكر وحاجات زي كده وتلاقيه مثلا بيبلعهم بكوبايه شاي، لا مفيش كلام من ده، ما ينفعش. او ياكلهم بعد الغداء مثلا ويشرب وراه شاي او بيبسي او بتاع، لا ما ينفعش، لازم ساعتين فاصل. هو كمان في ناس بتعتقد انه مثلا لو اخدت مسكن صداع فانا هشغله بالشاي او القهوه فيبقى بصي اسرع. بصي الوضع مختلف هنا، يعني مثلا لو فيتامين مختلف لا عن مسكن. احنا عايزين نخليها قاعده عشان في حاجات بتتعارض وحاجات ما بتتعارضش، فاحنا نخليها قاعده وخلاص. اصل معلش يعني الحرص، يعني الناس مش كيميائيين، مش هيقعدوا يقولوا دي مادتها ايه هتتفاعل مع الشاي والقهوه ولا مع اللبن ولا لا. فناخدها قاعده دايما، نفصل الشاي والقهوه والمشروبات الغازيه والالبان، الالبان بالذات كمان، عن اي دواء ايا كان هذا الدواء او اي مكمل غذائي ايا كان هذا المكمل الغذائي، لازم نفصل ساعتين عشان نضمن امتصاص كامل للدواء بتاعنا. في ادويه كتير جدا 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 مفعولها بيروح بالشاي والقهوة واللبن، وحنبقى نعمل برضو حلقات إن شاء الله عن تعارض الأدوية بالأكل. حلو، شكرا ليك يا محمد. طيب.